اليوم باش نحكي مع مجهولين السيرني كوزيرة سابقة. الشعب التونسي كل ناقم على الوزراء، الشعب التونسي كل يحكي على الوزراء كلاو الملم وما فما الشاري والكراهب والامتيازات وما عطاو شيء. انت تعديت باساج تاع وزيرة الشباب والرياضة، الكلام هذا صحيح؟ فما فيه صحيح وفيه زين ولا شنو؟ سي لوكازيون جامي. انا اليوم الحقيقة الحمد لله نجم نعيش عادي لاني عمري ما بدلت حياتي. انا كان عندي بيرو يعني نخدم الحمد لله يا ربي ونصور خير ربي الحمد لله يا ربي. توفى خويا يا رحمه، انا سكرت الباتين بتاعي وقررت ندخل الحرس. تعينت بعدها معتمده كاتب دوله رئيس هيئه ثم وزيره. اما ما بدلت حتى شيء في حياتي، نفس البرتمان اللي كريته في منوبه مازلت نسكن فيه من 2015. ما عملتش كرهبه، عندي كرهبه خويا يا رحمه، ما عنديش كونت بانكير، انا ما نكسب حتى حساب بنكي. نخلص على البوسطه مليانه ايتيديونت وحليت بيرو يعني نخلص على البوسطه. الحمد لله يا ربي واحد شهريته عاش بيها وعطاها رحمه على خويا، خاطر شوف وقت اللي تفقد خوك باقي الكل وسخ الدنيا تولي ما عادش تطمع في حد شيء. وتمنيت رب برشا ناس خدموا كيفي، خاطر ريت وقت اللي تبدا تاخذ المسؤوليه هذه ممنوعه عليك تحقق اي منفعه ولو حتى بحسن نيه. انا وقتها سكرت بيرويا مع اني كنت نجم نخلي روجيغون عليه، ما خليتش البيرو متاعي لاني اخلاقيا ما سمحتش لروحي نستغل او نوظف صفة وزيرة لأي مصلحة أخرى. والحمد لله يا ربي كونه اليوم كيف ما ريت ونمشي هكايا كالعباد كلها نجي في البلايص هذه، مانيش مطالبة باش نمشي البونليو ما عرف شنو. حومتي يعرفوني، خضر حومتي، الترزي نتاع حومتي مليانة وزيرة كيف كيف تفجي نهزوا للترزي. وقالتي هذه اللي هما يحكيوا عليها بربي اللي الحمد لله يا ربي نهارت حتى باش نكسب حاجة راهي ما فاتتش القدرة الشرائية متاعي. هذه على الانترنت راكم تنجموا تشريوها لكلكم تويكا في الأربعة ملايين، يمكن أربعة ملايين ونص. أنا نشري دوزيام ما وتخوازيام ما، أنا نشري المستعمل دوزيام ما وتخوازيام ما على الانترنت. ما يقلقنيش أنا كشباب التونسي الكل اللي وقت اللي تحلى حاجة في عيني بالانترنت يمشي يشريها. نفس هذا السوم برشا توانسه مشاو تفرجوا فيه في الكوب دي موند راه وقتها في روسيا، راهو اللي مشاو عدى غاديك 10 ايام ينجم ياخوها المونغولا هذه. باركونت تمنيت نفس الحمله اللي عملوها على المونغولا راه عملوها على اللي عندهم الديار واللي عملوا الشركات واللي ملكوا 10 كراهب واللي دخلوا للبورس واللي حياته الكل قال عامل لجوء وفي الحبس تودا نقول كيناهم يملكوا الاذاعات والتلافز والعقارات. انا تود فاسون ونعاود نقول عبد كي يبدا نظيف راهو يبدا قوي ما يخاف من حد شيء. هذيك علاش قوية والقوة الربي ما نخاف من حد شيء. كافية وسليطة اللسان الحمد لله يا ربي. توا تسمعوا في الصفقات نتاع المليارات معناتها شيء يبهد التونسي مصدوم يسمع معناتها في الوقت الحجر الصحي رئيس حكومة 46 مليار وكلمات أخرى بصراحة شنو رأيك؟ أنا من الناحية القانونية ما دام الملف عند القضاء ما نسمحش روحي باش نفتي فيه، هو تضارب مصالح. لكن شبهة الفساد ثبتت أو لا هذه عند القضاء. إيش معناها تضارب مصالح؟ معناها تكون أنت في موقع نتاع سلطة والمفروض ما تستفيد حتى شيء ما دام أنت في الموقع هذا. نحكي من الناحية الأخلاقية راهو. لكن يمكن هذا نداء بربي حلوا كالدوسيات نتاع تضارب المصالح نتاع حكومات 2011 و12 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 باش تلقوا برشا. نكملوا 20 و21 و22 و24 برشا. انا حبيت نقول من الثوره تضارب المصالح مش عند الياس فخفيخ برك. انا نعرف بدون اسماء بعض الوزراء من الكاسكروت الكروفيت رويال ودنيا وعالم اخر ومن السياره كيكو برا للسيارات الفاخره والفيليت معتها اللي ربي يزيدوا معتها. هذا الكل كيفاش يجي فجأة وقت اللي كان شخص عادي دخل الحكومة ولا بهذا الكل؟ تتفاصل أنا نأكد لك على الأقل من تجربتي كونه اللي يخدم بالضافة ما ينجمش يعمل هذا الكل. تصبلو ما تنجمش بشهريتك تعمل هذا الكل. وحتى كي تحب تستثمر في شهريتك إذا كان ما عندك حد شيء قبل، كي تحب تستثمر في شهريتك أخلاقيا بدامك في موقع تاع السلطة واخذ قرار مثالش الدنيا ماهيش باش توفى، اخدم بلادك ومن بعد كبر روحك واستثمر واعمل مشاريع. خلينا نسالك الناس الكل تعرفها لكن خلي زيد الناس تعرف، شاريت وزير قديش؟ شنو الامتيازات تاعه؟ هما نقصوا وقتها عملوا نقصوا 500,000 ونقصوا بنوات، يظهر لي في الاربعه ملايين 4 ملايين و200 يظهر لي خاطر غيالمون
قلت لكم نخلص على البوسطه مانيش ما كان نوع اللي يلوج وما عرف شنو و... ان انا نعيش بالقناعه بالحق معناها ما نلوجش باش نكون تو دايوغ انت تعرف حومتي على 4 ملايين سيعتي مع على 4 ملايين قداش من كرم 4 ملايين وقت اللي انت وزير معناها تشدش 3 سنين وتعيش وتكري والدنيا وكل شيء تدخلت على بولوسيت بولوسيت باهي خليني نسالك ولي بالحق فما حاجه بهتني فيك عاوتاني ثلاث مرات وزيره والشهريه في البوسطه كيف هذا؟ صدقني ما عنديش كونت بنكير حساب بنكي انا ملي انا بديت استاجاتي عملت حساب في البوسطه كنت نخاف ما عرفتك معناها الضرايب انا نسميها اللي تجيك من بعديك حليت بيرويا الحمد لله قلت لك نخدم نخلص على البوسطه زاده كي وليت وزيره قالوا لي امشي اعمل كونت بنكير ونعطيوك القروض وخوض واشري بيني وبروحي قلت انا عندي عركه ما عندهاش لا وقت ولا مكان عركه اللي هي دم خويا واللي هي البلاد هذه ونعرف كونه مع النفس نتاعك ينجم يعمل لك قضيه سيت ان شوا انا اخترت نضحي بتاتخ برشا حاجات كنت نجم نعملهم ما نعملهمش مش نهار اخر ما تولي ليش شبهات فساد لا بروف وما حتى كيما لقوا حتى شيء اللي ولاو يشكيو بي على قضايا تضحك نتاع الثلب الحمد لله خذيت عدم سماع الدعوه لقيت روحي حتى وانا وزيره عندي بطاقه جل اللي قضيه غالطه شكلا ومضمونا ثلب زاده انا نفرح راك يعملوا لي هكا نقول لو جو يمين ويسار ما لقوا حتى شيء ولاو يعسوا على الفيسبوك نتاعي وعن نفس نتاعي سامحني سيد الوزير انا نعرفك انت كيفيه كي تتسيب زاده ما حاجه يشدك حد يعني ما ترجفها لحد شو انا امراه عندي مبادئ السياسه ما بدلتنيش سي فري قلقوني وتعبت نكذب كان نقول ما تعبتش اما عمري ما سلمت تهديدات بالاغتيالات مرافقه امنيه دارنا ولا مهرسلين هذا كل عمري ما حكيته نخدم 20 ساعه في النهار سكرت حتى على حياتي الخاصه بتيت اليوم النجم نحكي انا اللي عملت حتى انشوا قلت انا اليوم ما نسمحش روحي حتى باش يكون عندي حياه خاصه وقتي الكل في الخدمه ندمت ما عرستش لا لا ما نندم على حد شيء انا نندم على دقيقه عطيتها لبلادي ما نندمش عندي الوقت تو نعرف ونعرس ونجيب الصغار الحمد لله يا ربي امسكوا كل يوم انا وزيره والنجم نعطي انا نقول حاجه نعرفها انا نعرف سقراط الله يرحمه كان يستنى في اليوم اللي باش يفرح بيك فيه هذا اللي نعرفه وانا نستنى في النهار نجيب فيه وليد نسميه سقراط ان شاء الله يا ربي يحققلكم امين يا ربي نختم معاك الكافيه متغشين عليك للتو قالوا مشات وزيره لكن ما خدمتش الكاف لا انت ما عندك كالكافيه اللي نبروا على كل شيء اللي قالوا هكا خاطر الكافيه اللي يتبعوا يعرفوا كونه اكثر من 20 مشروع كان معطل وزيرتهم الكافيه هي اللي الحمد لله نحت تعطي لهذا لي زافونو معناها الاعتمادات الاضافيه جينيرالمون تزاد 20 30 مليون انا عندي مشاريع زدت فيها حتى 600 مليون باش ما تعطلش مشاريع نتاع دار شباب النموذجيه انا عندي قطاع شباب والرياضه لكن ما نجمش نحكم في قطاعات التنميه والاقتصاد والفلاحه نعطي رايي ونعارك ونضرب البنيه لكن للاسف مش انا القرار في القطاعات بعض الوزراء جابوا الكياسات وجابوا حتى لاصحابهم الكياسات لديارهم واحنا عندنا دقيقه بركه وانا عندنا مثل شعبي يقول لك اللحمه الباهيه في برمتنا شو كان يمنع مجدولين باش تعمل هكا ليه جبنا حاجات شو انا كي نقول لك الحمد لله لاخر لحظه خرجت خليت البيسيل باش تعمل ب 8 مليار دوات نقول الحمد لله جبت حاجه بالحق كي تقول بيسين راهو تحكي راك على تنميه سياحيه كامله رياضيه في ولايه الكاف كيف خليت دور شباب نموذجيه اللي على الجهات الحدوديه فما مركز حرس حدودي عملناه في الساقيه في سيدي رابح لكن لو كونسيبت مع الشباب ومع النوادي الشبابيه باش نحسنوا علاقه الشباب كيف بالامن جبت اللي نجمت نجيبه ونرجع نقول دار يد واحده ما تصفقش نختم معك حتى بسؤال اضافي مجدولين الشيرني محظوظه كثيرا اخت سقراط الشيرني وبنت البيجي قايد السبسي الله يرحمه وافتخر بذلك الله يرحمه وينعمه انا من العباد اللي ما تخونش وما تغدرش وتحترم رموز الدوله قلت لي انا وزيره ما عنديش الحق اخلاقيا مش نغدر رئيس الجمهوريه او رئيس الحكومه او رئيس مجلس نواب الشعب واللي يقول سي الباجي قايد السبسي يرحمه يقول مدرسه نتاع السياسه ديناصور نتاع السياسه نتعلموا منه
ميوك نتقلبوا عليه. وهاكا اليوم لابخوف زاد كتعادت ذكرى رحيله، والعباد الكل كتقول راهو سلباجي بالانتقادات اللي نقولوها، راهو خدم تونس. ان شاء الله كلنا كيبدا عمرنا 90 سنه نجموا نقفوا الوقفه نتاع سلباجي.